في ولد كان فقير وجائع، واكتشف إنه ما عنده إلا 10 سنتات ما حتكفي إنه يشتري فيها أي وجبة أكل. قرر إنه يطلب أكل من أول بيت يمر عليه. ولما انفتحت له الباب بنت صغيرة وحلوة، خجل منها وطلب بس موية، ما طلب أكل. طبعا البنت حست إنه هو جائع، فراحت جابت له كوب لبن، فيه لبن. شرب اللبن، قال لها كم أدفع لك؟ قالت له ولا شيء، أمنا علمتنا إنه ما ناخد ثمن لفعل أي خير لله يعني. طبعا هو مشي وقلبه صار مفعم بالخير وحب الخير بعد ما كان إنسان محبط وحزين. ومضت السنوات وأصاب البنت هذه مرض خطير عجز عن علاجه كل الأطباء المحليين، فطلبوا طبيب استشاري يكون شاطر، فرشحوا لهم الدكتور اسمه هاورد كيب، كان دكتور شاطر. طبعا الدكتور هاورد لما سمع اسم المدينة اللي جات منها البنت تأثر وحسوا انه صار في شيء مو طبيعي. طبعا نزل جري على غرفتها، واول ما شافها عرف انه هذه هي البنت نفسها اللي اعطته كوب اللبن. طبعا اعتنى فيها بصورة خاصة جدا، ونوى انه يفعل ما يستطيع بعد الله طبعا عشان يشفيها. طبعا بعد صراع طويل البنت شفيت، والدكتور هاورد طلب الفاتورة عشان يعتمدها، فاتورة العلاج يعني. أنا أخذ الفاتورة وكتب في حاشيتها كده حاجة وقفلها، وقال لهم ودوها لغرفة المريضة. طبعا البنت المسكينة كانت خايفة أنها تفتح الفاتورة، قالت الرقم أكيد راح يكون رقم خرافي، راح تعجز أنها تدفعه. طبعا في النهاية فتحتها، لفت انتباهها اللي مكتوب في الحاشية، وانصدمت جدا لما قرأت اللي مكتوب فيها. اللي مكتوب كان مدفوعة بالكامل بكأس من اللبن، التوقيع الدكتور هاورد كيلي. فكرة القصة هذه حقيقية وموثقة، وإذا تبغوا تبحثوا عنها اكتبوا بس اسم الدكتور هاورد كيلي. لذلك ازرع الخير في كل مكان، ولا تنتظر رد الجميل من الشخص نفسه، يمكن يجيك من شخص ثاني. وتذكر دائما أنه فعل الخير لا يمكن يضيع، وإن ضاع في الدنيا يستحيل أن يضيع عند رب العالمين، راح تلقاها فوق.